فهذه كلها يعني من سيرة حياة المسيح. دائما منشوف انه حتى من خلال اقواله رب السبت انا هو، يعني بتشوف دائما اقوال اللي بتعبر عن لاهوت المسيح. يعني قد تبدو كلمة رب السبت بسيطة عند القارئ العادي، لكن إذا هو مدقق في الكتاب يدرك تماما أن رب السبت هو يهوه. فبحسب خروج 31 الرب يقول لشعبه سبوتي تحفظون، فالسبوت هي سبوت يهوه، والمسيح يقول لقادة الأمة أنا يهوه أنا رب السبت. وده يرد على اللي بيقول أين قال المسيح إني أنا الله. المسيح يقول أنا رب السبت أنا يهوه، المسيح هو رب السبت. لا حاجة تاني، في متى 13 في مثل الحنطة والزوان يقول الرب أنه في نهاية الدهر سيرسل ابن الإنسان ملائكته ليجمعوا. ابن الإنسان يرسل ملائكته، أنا كإنسان عادي ليس لدي فريق من الملائكة، لكن عندما يقول ابن الإنسان يرسل ملائكته، مزمور 103 يرد على هذا الكلام، الملائكة ملائكة من؟ ملائكة يهوه، باركوا الرب يا ملائكته، أي ملائكة يهوه المقتدرون قوة الفاعلون أمره عند سماع صوت كلامه. فمزمور 103 مع متى 13 مع رؤية 22 يقول يسوع أنا أرسلت ملاكي. فالمسيح يرسل ملاكه، ابن الإنسان يرسل ملائكته، الملائكة ملائكة يهوه، فظهر ناسوت المسيح وظهر لاهوت المسيح.